انا كنت ساعتها في قناه النادي. فالنهارده انت كمدير فني انت بتختار مساعدينك ليه؟ بتختار مميزين ليه؟ مش عشان يساعدوك؟ ساعات بيبقى انت هو القرار فبتاخد راي الجهاز الفني ايه رايكم في الاخر انت صاحب القرار صح ولا غلط؟ النهارده لما يكون مستر جروس بيتفرج على الماتش من الناحيه الهجوميه وعندي انا مشكله في خط الدفاع نوقف غلط، هل مش من حق انا كجهاز ان انا اقوم اصلح الوقفه بتاعت الدفاع؟ ده طبيعي ان انا مثلا انا النهارده زي الهدف اللي جه في النهائي لو نفتكر كان بيلعبوا بنهضه بركان، اللعبه بتهاجم وخط الدفاع مش ماسك الفيرود. ما انا النهارده انا بقى كجهاز فني لو انت متاح لي ان انا اتكلم هقول له للمستك ده خلي بالك وخليك قريب من الفيرود ده، خليه في صدرك خليه قريب منك، لكن انت بتقول لي ما تقومش. طب ما تقومش وانا شايف غلط، دي اكبر كارثه بالنسبه لجهاز فني. فانا ما جيت اتكلمت في الموقف ده في ناس قطعوا جزء معين من اللقطه، وحتى انا زعلت جدا ان انا المفروض الناس دي زملكاويه، المفروض انا قلبي على نادي الزمالك بحب نادي الزمالك، فانا قلت حاجه، قلت بقول للجهاز الفني لو انت شايف خطا لازم تقوم تصلح، ما ينفعش تسمع كلام الراجل وتقعد. هو ده كلام اللي انا قلته، قلت لهم لو الراجل ما تسمعش كلام الراجل لو في خطا قوم صلحه، قوم صلح الخطا اللي موجود. ما ينفعش انا شايف نهائي افريقيا هيضيع مني وتيجي تقول اصل المدرب قال لي اقعد ما تشوفش الخطا وما تقولوش. ممكن حاجه مثلا اكون مشدود في شده في لقطه مشدود مع لعيب وفي حاجه تانية ثغره لازم كلنا نشيل الفرقه. فده اللي انا قلته، لكن اللي خد الحته انك انا بقول لك قول للناس ما تسمعش لجروس. طب ما قلت ما تسمعش لجروس لو في خطا، ما كملتش لو في خطا، وده طبيعي على فكره. مش انا بخترع حاجه جديده في شغل المدربين، ان انت النهارده لما يكون معاك جهاز لا لازم تصلح الخطا يعني.